في إطار حملة تزويد البلدان الأفريقية بصوت أقوى في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة وغيرها من التحديات، وافقت مجموعة العشرين على منح الاتحاد الأفريقي وضع عضوية دائمة على غرار الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذا القرار خلال فعاليات القمة 18 لمجموعة العشرين المرتقبة بالعاصمة الهندية نيودلهي، ما يمنح الاتحاد الأفريقي المؤلف من 55 دولة والمصنف حاليا على أنه منظمة دولية مدعوة نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي. من جانبه سعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يستضيف القمة إلى أن يكون منح العضوية الكاملة للاتحاد الأفريقي على رأس أولوياته، في ظل رغبة الأسواق الناشئة في الجنوب العالمي للاطلاع بدور أكثر أهمية في الشؤون العالمية. انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين خطوة أيدها عدد من القادة حول العالم، من بينهم رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني التي وافقت على الفكرة خلال اجتماع مجموعة السبع الأخير الذي انعقد بمدينة هيروشيما اليابانية بمنتصف مايو الماضي، إلى جانب المستشار الألماني أولاف تشولز الذي قال إن أفريقيا يجب أن تلعب دورا دوليا أكبر لتعكس مكانتها المتزايدة في نظام عالمي متعدد الأقطاب. يأتي هذا بينما تنعقد القمة المقبلة في 19 من سبتمبر الجاري بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات نحو 30 دولة لبحث التعاون بين الدول ذات الاقتصاديات الكبرى والنامية ومواجهة شبح الركود والأزمات الاقتصادية والمالية والتداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية، إلى جانب الإجراءات التي تشكل تهديدا لحرية التجارة والنمو الاقتصادي العالمي. وتضم مجموعة العشرين في الوقت الراهن 19 دولة والاتحاد الأوروبي والذين يمثلون معا 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75% من التجارة العالمية ونحو ثلثي عدد السكان في العالم.